ادخلي ادخلي. حد هنا؟ انت كيف؟ انت عمدة. بقول لك ايه؟ 10 دقايق برجع لك اشوف ايه تحت. زينب انت لك الميكروفون. يا عثمان يا زينب يا عثمان. يهدى بيه يهدى شدي يا زينب. مالك يا مروان؟ خبريه. زينب فين؟ زينب مين؟ زينب مرتي. اوعى تقول مرتك. اوعى. انت مجنون ولا ايه؟ ها ازاي تتهجم على بيتك ده وعلى مرتي من غير اذن؟ زينب خد حالك. ليه زينب؟ يا زينب يا زينب مروان اوعى تتهجم اكتر من ده. انا بقول لك اهو تعالي. وانت ايه اللي نزلك من غير اذن؟ والمصحف الشريف الرصاصة التانية هتكون جوه دماغك. اللي بتعمله ده غلط يا ولد عم الحكيم. اخلص دلوقت اخلص. زينب تعالي. واحنا تربكوا البيت علفني. خلاص عبد الحكيم مش هنا مش كده في مصر. انا عارف انه بيحب يتدلى كل شوية على هناك عشان يروق راسه ومزاجه مش كده. عيب اللي بتعمله ده يا عمدة. مش بيت عبد الحكيم اللي تحوطه بغفرك. اهلا 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 بالكبير كبير العيلة. عملت فيها ذكر وجيت البيت هناك وعملت شويتين بتوعك اللي على مزاجك عملته. دلوقتي انت بيدك هتدخل تجيب زينب وتقول لي مرتك اهي يا عمدة. خد غفرك وانقلع من هنا. لا ولا غفير هيتقطع من هنا وما فيش حد هيخرج من البيت ده الا بعد ما زينب تكون معايا. واقول لك مع السلامه مروان. العمده جايب غفر وجاي ياخدك والدنيا خربانه تحت. الدنيا كلها مقلوبه عشان ست الحسن والجمال. انا معرفش بصراحه ان مروان ده يعني جدع قوي كده. تفتكري يا عمتي يعني هيخلي العمده يطلع؟ يطلع يطلع فين؟ ده اذا طلع هيطلع ميت. مروان ده راجل كيف ابوه كله اللي حرمه البيت. انت اتجننت يا عمده ولا ايه؟ لو كنت فاكر انك تقدر تلمس شعرايه من زينب يبقى بموتك يا عثمان. يلا غوري من هنا غور. ماشي. قدامك ساعة واحدة يا مروان والزينب تبقى في يدي. ولو ما حصلش أنا هدخل بنفسي أجيبها بيدي. لو نخيت النهاردة ما هتقدرش ترفع عينك فيه. هو لازم أن يعرف إن بيت عبد الحكيم ما يتهنش أبدا. هتسيبه ياخدها مروان؟ هتسيبها له؟ مش أنت اللي عطيتيها ليه؟ ما أنا أصلي يعني. أصلك إيه؟ أصلك إيه؟ اوعى تقولي انك ما كنتيش عارفه انه ما ينفع لها شيء. اوعى تقولي انك كنت بتفكري انه هيصونها وحطها في حباب عينيه. ما هي كريمه كده. وانت كمان يمه. انت مش ده حقك؟ مش انت اللي عايزه كريمه وبناتها يتزلوا ويتهانوا قدام عينيكي وما يقدروش يرفعوا راسهم تاني؟ عقولكم شفتوا عقولكم ودتنا لفين؟ غلكم ده ودانا لفين؟ عشان تعرفوا لو حد فينا مات هتبقوا انتوا السبب. يا مري هتعمل ايه يا مروان؟ مروان ايه يا مروان؟ مروان استنى استنى يا مروان. اعجل يا ولدي يا حبيبي استنى. شكلكوا نسيتوا مين مروان ولد عبد الحكيم ونسيتوا كمان مين الكبير واللي خلق الخلق.
خطوة تانية وهكون ميتم عيالكم وفاحر قبركم بيدي. غوروا غوروا بلاش ادرمغها فوق راسكم. يلا شوية تريبة. ما تخافي شيء. مش هيقدر يعمل أي حاجة. وإن كان على الطلاق هيطلق غصب عنه. أنت بقى جاي تقول الكلمتين دول؟ لا. ولا اللي جايبك؟ أنا عايز أسألك سؤال وتجاوبيني عليه إجابة تقنعني وتخليني أشوفك كيف كنت بشوفك زمان. إيه هو السؤال؟ ليه عملت في نفسك كده؟ ليه؟ تترمي في حضني واحد ناقص؟ ليه قللتي من قيمة نفسك وروحك؟ ليه؟ طب ما انت كمان عملت كده. عملت ايه؟ ما انت قللت من نفسك ورحت اتجوزت فريدة. تقصد ايه يعني؟ اقصد ان كلنا بنرمي نفسنا في النار والسبب واحد بس، ابوك. انا اتجوزت العمدة بس على الورق بس. اتجوزته عشان يبقى الايد اللي اقدر اكسر بيها شوكة عمي، علشان اعرف اخد حقي اللي انا مش عارف اخده. تكسر يد مين؟ ها؟ لا لا انت غلطانة. غلطانة ليه؟ ايوه غلطانة غلطانة. العمدة حتى لو ابويا عمل اللي عمله اكتر بمليون مرة تروح تترمي الرمية دي توقع الوقعة المطينة دي. طب ما انت كمان وقعت. انا حاجة وانت حاجة تانية خالص يا زينب. انت اغلى مني اغلى مني بمليون مرة. تقصد ايه؟ بنات العيلة سندها وستره. بنات العيلة الذهب اللي بنشتروه ونحافظوا عليه ونخاف عليه ولا يمكن نبيعوه ابدا. فهمتي؟ طب انتوا فرطتوا فينا. ما حصلش. حصل. هي دي المشكله. ولا انت ولا ابوك قادرين تشوفوا الحقيقه ان كل اللي بيحصل ده بسببكم انتوا. مش عاجبك كلامي؟ لا مش عاجبني. مش وقته دلوقتي اسمع كلام ما منوش اي فايده. انت شايف اعمل ايه؟ ما عندناش مشكله نشتغل مع اللي فدنا. يعني اقول له ايه؟ هاتي اخره. هكلمه. كلميه يا حبيبتي. على مهلك على مهلك.